السلام عليكم، معكم سيف علي. اليوم سوف أتحدث عن الفلوميترز أو العدادات. العدادات تستخدم لقياس نقل الملكية. القياس حتى نجي وحدة وحدة، القياس هو بثوابت وبمتغيرات. ثوابت مثل قطر البايب اللي تقيس عليه، والمتغيرات مثل درجة حرارة السائل متغيرة من وقت إلى آخر. نقل الملكية هو أنت عندك مصنع لإنتاج مياه غازية أو مصنع لإنتاج النفط، أي سائل يعني يمر في بايب معين. أنت هذه الملكية تريد تعرف ايش قد نقلت وشنو السرعة اللي نقلت بيها وشنو كثافتها، فلازم تستخدم فلوميتر بهذه الحالة. راح آخذ 8 أنواع. نبدي بأبسط نوع وهو الميكانيكال فلوميتر، العداد الميكانيكي. يكون بهالشكل هذا، يحتوي بجزء فيزيائي بداخله، هذا يستمر بالدوران ما دام أكو تدفق. كل ما يزيد التدفق مثل الدراجة الهوائية، كل ما تضغط أكثر راح تمشي أسرع، وكل ما تضغط بأرجلك بشكل بطيء راح تمشي أبطأ. فهنا السائل كل ما يمر أسرع راح يقيس قراءة أكثر، وكل ما يمر بشكل أبطأ راح يقرأ قراءة بطيئة. فهذه القراءة راح ترسل، إذا كان هذا إلكتروني ديجيتال، راح يرسل لك إشارة إلى البي ال سي او الى سكرين معين، وتقدر تعرف ايش قد جاي تصدر. اوكي، هذا الميكانيكال فلوميتر. النوع الثاني هو الماجنتيك فلوميتر. الماجنتيك فلوميتر يكون عداد بهذا الشكل، عداد يحتوي على كويلين. اوكي، كويلين هنا عندنا البي اي كويل والبي اي الثاني ايضا كويل ثاني، فهذول يولدون مجال مغناطيسي. هذا المجال المغناطيسي إذا ماكو فلو، إذا ماكو تدفق، يكون الإلكترودز هذول اللي هنا المتحسسات يكون هنا الفولتية مالتهم زيرو. أوكي، لأنه الذرات الموجودة داخل هذا البايب تكون متعادلة. بينما مين يصير عندك فلو، الذرات راح تنجذب إلى اليمين، الموجب تنجذب إلى اليمين والسالبة تنجذب إلى اليسار. فهنا ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك فارق بالفولتية. أوكي، او الاعلى والاسفل، لان عندنا الالكترود بالاعلى والاسفل. فهنا الفولتيه مالتك راح تتولد حسب سرعه الجريان، كل ما يزيد سرعه الجريان كل ما الفولتيه راح تزيد عندك. هذا هو طريقه قياس الماجنتيك فلوميتر، هاي الطريقه يقيس. المعادله يعتمدون على معادله فاراداي. انت المعادله دائما معليك بها، لانه هو مصمم بانه يعطيك نتيجه نهائيه، هل قد برميل بالساعه او حسب الوحدة اللي انت تريدها، فيعطيك وحدة نهائية دائما الفلوميتر بهالطريقة. اذا تريد تعرف الاي هي للفولتي هاي اللي جاي تتولد، والفي للفيلوسيتي اللي للسائل، فيلوسيتي السائل، وعندك مثلا ال طول، وعندك البي هو قوة الحقل المغناطيسي اللي جاي يولد هذا العداد. فمثل ما قلت لكم، المعادلات هي تكون جاهزة داخل العداد، هو يعطي قراءة نهائية، وممكن تربطه إلى بي ال سي أو إلى وحدة عد مركزية. زين، عندنا النوع الثالث الفورتكس فلوميتر. الفورتكس خلينا نعرف شلون يشتغل. الفورتكس راح يكون بهذا الشكل، ممكن تجده، وهذا يعتمد على قطر البايب الرئيسي اللي تريد تصدر أو تستقبل منه السوائل. زين، لو نيجي للفورتكس او الدوامة. الدوامة تتولد لما ما اكو شيء يعيق هذا الدخان او يعيق هذا السائل، فدائما تلقى بالفورتكس اكو فد عائق. اوكي، وهذا العائق اللي جاي تشوفه هنا بهاي الصورة، هذا اللون الاسود، يولد لك دوامات. اكو متحسسين في الاعلى والاسفل او على اطراف البايب، هذا المتحسسين يقيسوا لك الدوامات اللي جاي تصير. اوكي، ومخلي لك اتجاه، لانه هنا راح تلقى هذه الصفيحة لازم تربطها بهذا الاتجاه دائما. اوكي، حتى تتولد عندك دوامات، وبالتالي يقيس لك سرعة الجريان ويقيس لك كمية الجريان. اكيد الى معادلة بها ثوابت وغيره، ولكن المعادلة مالته راح تطلع لك بدل الفولتي راح تطلع لك فريكوينسي، راح تطلع لك تردد، فانت التردد تحوله الى كمية، بالتالي تعرف ايش قد قست او ايش قد صدرت او ايش قد استقبلت. زين، النوع الاخر هو الالتراسونيك فلوميتر، العداد
الفوق صوتي، يستخدم الموجات فوق صوتي مثل هذا اللي جاي تشوفوه بالصورة، بسنسرات هنا وبسنسرات بالجهة المقابلة. دائما تلقى سنسرات متقابلة بي، أو إذا تلقى قطر البايب كبير راح تلقى سنسرات بجهة واحدة فقط يرسل ويستقبل واحد آخر. شوف بهذه الطريقة هذا السنسر يرسل إشارة فوق صوتية يستقبلها السنسر الثاني. أوكي، هنا هذا اللون الأزرق هاي اتجاهات الجريان، فاللي يرسل باتجاه مع الجريان راح يكون سريع، واللي يرسل عكس الجريان راح يكون بطيء. طبعا بعدة معادلات، هذه تي دي معادلة، تي يو معادلة. فهنا قلنا كل ما يكون مع الجريان يكون أسرع، وكل ما عكس الجريان يكون أبطأ. فالفرق بين هذين السرعتين راح تبين لنا كمية السائل اللي مر من خلال هذا البايب. هذا بالنسبة للألتراسونيك فلوميتر. بعد شنو بي الألتراسونيك فلوميتر؟ هذا السنسر اللي يرسل هو بيزو إلكتريك كريستال. أوكي، هاي البيزو ممكن تعطيها فولتية تعطيك صوت، والبيزو الثانية تستقبل الصوت وتحوله إلى فولتية. فهذه التقنية اللي أغلب الشركات تستخدمها هي البيزو إلكتريكال كريستال، ترسل وتستقبل موجات صوتية عالية. فبهذه الطريقة عرفنا شنو القراءة وعرفنا شنو السرعة اللي جاي يمر بيها السائل. وممكن تلقى فلاتر ينصبون قبل هذا العداد، فلاتر حتى تعرف كمية الفقاعات اللي جاي تفوت. اوكي، ايضا سنسر يعني ما له دخل بداخل البايب، فقط ينصب خارج البايب يعرف كمية الفقاعات اللي جاي تمر حتى يلغيها من القراءة. اوكي، عندنا الكوريولس فلوميتر. كوريولس فلوميتر يكون بهالشكل، هذا يحتوي على أنبوبة بداخل. الأنبوبة تكون بهذا الشكل بشكل حرف U أو حرف V. هذه الأنبوبة بيها 3 سنسر، فقط 3. السنسر اللي بالنص إذا ما عندك فلو أو فلو صفر، فاللي بالنص فقط تتحسس. أوكي، فماكو فرق بالإشارة، دائما تكون فرق بالإشارة يعني ثابت، أو ماكو فرق بالإشارة. أوكي زين، إذا صار عندك جريان هذه اللي بالنص راح تثبت، والسنسرات اليمين واليسار راح يتحركون. فش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك فرق في القراءة. أوكي، هذا الفرق ممكن ترجمه إلى كميات أخرى، فرضا ترجمه إلى برميل إلى بالساعة. فهذا القياس أيضا بمعادلة المقياس، وهاي المعادلة تحول لك هذا الفرق اللي بالزمن جاي يصير إلى كمية. بعد عندنا الديفرنشال بريشر فلوميتر، هذا بي سيرفيس بليت. هذا البليت يغير لك في ضغط التدفق، يعني انت جاي يصير عندك تدفق، فمن تخلي في البليت بطريقة راح يغير لك من الضغط. هنا راح يصير ضغط أعلى، وهنا يصير ضغط اللي بعد السيرفيس بليت راح يصير عندك ضغط أقل. فالفرق بالضغط راح من خلاله يعرف بأنه الكمية اللي جاي تمر من خلال هذا البايب. أوكي، هذا ايضا نوعية اخرى. وعندنا البيتوت تيوب فلوميتر، هذا يكون على شكل تيوب مثقب ومعزول من الداخل بهالشكل. اوكي، ومن الجهة الاخرى مثقب. هنا راح يصير عندك دايناميك فلو، وهنا يصير عندك ستاتيك فلو. فدايناميك دائما اقوى من الستاتيك، فراح يعطيك قيمة الفرق بين الدايناميك والستاتيك، وبالتالي راح يعطيك قراءة بالبرميل او بغير قراءة اللي انت تريد. اوكي، لحد هنا عرفنا 8 انواع من الفلوميترات. اهم شي صارت عندكم فكرة، ونشكر متابعتكم، والى اللقاء.